المغرب عقدا مع كوريا الجنوبية للحصول على مجموعة تشخيص فيروس كورونا، وفائدة هذه المجموعة PCR هو سرعة الاختبار لتشخيص الفيروس، حيث لا يتعدى الاختبار 15 دقيقة. وكتب هشام عزيوي وهو مدرب للتايكواندو وإعلامي على صفحته الفيسبوكية: خبر صار وجميل أنه تم إبرام عقد بين المغرب وكوريا الجنوبية لمجموعة تشخيص فيروس كورونا. واشتغل عزيوي ضمن منظمة كوريا للتعاون الإنساني التابعة لوكالة التعاون الدولية الكورية، حيث أكد أن الخبر يقين من مدير منظمة التعاون الكورية، وهو طبيب كوري وموقع على عدة اتفاقيات شراكة مع وزارة الصحة والعصبة المغربية لمحاربة داء السل، يقول المصدر.